حلقة مهمة أفكرك بالمعدل الطبيعي لعدد الصفائح الدموية في الدم. قلت لك قبل كده أنه من 150 ألف ل 450 ألف، واتفقنا أن الصفائح بليتلتس بنقول عليها ثرومبوسايت. فاكر دورة حياة الصفائح لما قلت لك أن الكبد بينتج هرمون الثرومبوبيوتين اللي بيروح يحفز نخاع العظم ويقول له انتج صفائح، فنخاع العظم ينتج صفائح، الصفائح دي تطلع تمشي في الدم. يلا بينا نعرف أسباب زيادتها وانخفاضها في الدم. ارتفاع الصفائح هقول عليه ثرومبوسايتوسيز، أو ممكن تدلع وتقول ثرومبوسايسيميا. نيجي لأسباب الارتفاع ثرومبوسايتوسيز، هقسمها لك لثلاث فئات. الفئة الأولى أسباب وراها نخاع العظم، ودي نقول عليها أولية essential thrombocytosis، وبتكون لأسباب كتيرة. في عندي زيادة إنتاج أولي بالنخاع، في عندي تليف نخاعي، العيان ده عنده بوليسايسيميا وهلاقي وقتها الخلايا الدم الحمراء عالية، أو في أحد أنواع سرطانات الدم المزمنة. الفئة الثانية يا صديقي انتقال الصفائح من مكان آخر للدم فزادت في الدم، زي مثلا واحد عمل استئصال للطحال بيسموها سبلينوكتومي اسوشييتد ثرومبوسايتوسيس. ليه بقى؟ انت عارف ان الطحال بيروح له كم كبير من الصفائح، فبعد ما يشيل الطحال نخاع العظم هيحدف كله على الدم، فالعدد هيزيد يزيد ويوصل قمته عند اسبوع لثلاث اسابيع، لدرجة ان ممكن يعدي المليون ويفضل العدد عالي من شهر لثلاث شهور وبعدين يرجع للطبيعي. سبب كمان المجهود العضلي والتمارين العنيفة، حتى بيسموها exercise induced thrombocytosis. واحد عمل مجهود أو تدريب عنيف شويتين فانطلقت الصفائح من الطحال للدم، ومش بس كده، ده ارتفعت نسبتها في الدم بسبب تركيزه، حصل هيموكونسنتريشن لأن مية بلازما الدم سابت الدم وراحت للأنسجة. بس ما تقلقش، العدد بيرجع طبيعي تاني خلال ساعة بالكتير. ومن ضمن الأسباب ارتفاع هرمون الأدرينالين ومخاض الولادة. الفئة الثالثة والأخيرة من أسباب ارتفاع الصفائح، وغالبا 90% من الأسباب، وهو ارتفاع ثانوي لحاجة ما، يعني حاجة هي اللي رفعت الصفائح، وبنقول عليها رياكتيف ثرومبوسايتوسيس، وغالبا من غير أعراض، بسبب زي أنيميا نقص الحديد. ليه بقى؟ الحديد يا صديقي بينظم عملية الثرومبوسايتوبيوسيس لأنه بيثبط إنتاج هرمون الثرومبوبيوتين، فلو الحديد قل الثرومبوبيوتين هيزيد، لذلك بمجرد ما العيان ياخد دواء حديد يعالج الأنيميا اللي عنده الصفائح هترجع للطبيعي خلال من 7 إلى 10 أيام. ومن الأسباب كمان السرطانات، ومن الأسباب كمان الالتهابات والعدوات. ليه بقى؟ ما أنا قلت لك قبل كده إن لها دور مناعي، في أي التهابات هنلاقي زيادة في الإشارات المناعية اللي هي البرو انفلاماتوري سيتوكاينز، زي الانترلوكين 1 والانترلوكين 6 والانترلوكين 11، زائد إن في الالتهابات هنلاقي هرمون الثرومبوبيوتين بيعلى، بيزيد في الالتهابات الحادة. ومن الأسباب كمان النزيف الحاد، أول النزيف هلاقي الصفائح تقل، والله ممكن يومين لحد 6 أيام، وبعدين ريباوند تنتعش وتزيد تزيد تزيد، حتى كمان بيسموها ريباوند ثرومبوسايتوسيس. ومن الأسباب كمان تكسير الدم، أو إن المريض ده كان عنده انخفاض في الصفائح وتعالج فزادت. وآخر سبب واحد طالع من جراحة. أما عن أعراض الثرومبوسايتوسيس، ومش بالضرورة تلاقيها، ده غالبا مش هتلاقيها، بس ممكن تلاقي المريض يقول لك أنا عندي صداع، دوخة، ألم في الصدر، ضعف، وممكن زيادتها تعمل احمرار وحرقان في الأطراف بس بيروح بسرعة لو قعد في تكييف أو أخد أسبرين، وممكن ندخل في قابلية للجلطات هايكواجولابيليتي. عارف يا صديقي الفرق بين مصطلح ثرومبوسايتوسيس والثرومبوفيليا؟ الثرومبوسايتوسيس زي ما قلت لك ارتفاع عدد الصفائح الدموية سواء هتعمل مشكلة او ما عملتش، لكن الثرومبوفيليا او الهايبر كواجولابيليتي ده مصطلح بيشير الى ان الدم عنده قابلية انه يتجلط سواء بسبب الصفائح العالية او بغيرها. نيجي لنص الحلقة التاني، وهو أسباب انخفاض الصفائح الدموية. هفكرك بالمعدل الطبيعي، قلت لك ان هو من 150 ألف ل 450 ألف،
والانخفاض ده بسميه ثرومبوسيتوبينيا، او ممكن تتدلع وتقول ثرومبوبينيا. تعال الاول نقسم وندرج النقص ده. نقص بسيط في الصفائح جريد 1 هقول عليه مايلد ثرومبوسيتوبينيا، العدد هتلاقيه من 75 ل 150 الف. نقص متوسط جريد 2 هسميه مودريت ثرومبوسيتوبينيا، العدد هتلاقيه من 50 ل 75 الف. نقص شديد في الصفائح جريد 3 ماركت ثرومبوسيتوبينيا، العدد هتلاقيه من 25 ل 50 الف. اما بقى وضع حرج العدد منعدم جريد 4 بسميه كريتيكال ثرومبوسيتوبينيا، العدد بتلاقيه اقل من 25 الف. نيجي للاسباب بقى، اسباب الثرومبوسيتوبينيا هنقسمها برضو لاربع فئات. الفئه الاولى بسبب قله انتاج الصفائح، في عندي decreased platelet production زي ما بنشوف مع مرضى الكبد او متلازمة طار، او مفيش خلايا ام للصفائح اصلا، او انيميا فشل النخاع، او متلازمة اختلال النخاع، او انخفاض كفاءة النخاع الانتاجية لاي سبب كان، علاج كيماوي، اشعاع، سموم، مناعيا، او في عندي مشكلة في النخاع زي تليف النخاع، سرطانات النخاع، الاورام الحبيبية، او اسباب بتخلي النخاع يقلل الصفائح بس زي بعض الادوية، بعض العدوات، الايثانول، او في عندي مشكلة في عملية انتاج الصفائح، في عندي نقص فيتامينات او الفوليك، او مشاكل وراثية زي مشكلة هيجلين او متلازمة الدريخ. الفئة التانية اللي ممكن تسبب لي ثرومبوسيتوبينيا انخفاض في عدد الصفائح، وهو بسبب زيادة تكسيرها increased destruction، وده لأسباب مناعية زي الذئبة الحمراء، مشاكل في النمو الليمفاوي، بعض الأدوية، بعض العدوات، الفرفورة بعد نقل الدم، الفرفورة المناعية الغير معلومة السبب، أو سبب مش مناعي زي نزيف شديد أو DIC، أو مشاكل في الأوعية الدموية الصغيرة، او التهاب الاوعيه الدمويه، او مرض فون والبراند، او الفرفوره، او متلازمه تكسيريه. الفئه الثالثه يا صديقي اللي ممكن تعمل انخفاض في عدد الصفائح بسبب توزيع مختل، abnormal distribution، الدم متخفف بسبب نقل دم كتير، او متخفف لاي سبب كان، او عندي فرط في نشاط الطحال، عندي hypersplenism. الفئة الرابعة والأخيرة اللي ممكن تعمل لي ثرومبوسيتوبينيا لسبب زائف، يعني artificial pseudothrombocytopenia. ما تخافش من المصطلح الكبير ده مصطلح عادي خالص، بيقول لك ان في انخفاض في عدد الصفائح بس بشكل زائف، يعني هي اصلا عددها طبيعي، وده غالبا مش بلاقي على المريض اعراض تماما، وده بيكون غالبا بسبب تجمعها معمليا فيترو كلامبنج، زي ما بيحصل عندنا في المعمل في اربع حالات. الحاله الاولى اسمها ايديتا انديوسد بليتليت اجلوتينيشن، ودي ببساطه بنلاقي الصفائح بتتجمع على بعضها لما نحط الدم على الايديتا، ودي بتحصل معمليا بسبب وجود اجسام مضاده طبيعيه ضد احد انواع البليتليت ريسبتور. فلما الكالسيوم بيتعامل مع الايديتا بيحصل تغيرات للبروتين ده، فترتبط الاجسام المضاده بيه والصفائح تتجمع على بعضها، يعني بنشوفها بنسبه 1% من الناس العاديه خالص. ولذلك هنا بنضطر نسحب العينة على صوديوم سيتريت. ومعمليا برضو ممكن يحصل حاجة اسمها بليتليت ساتيلاتيزم، هتلاقي في الساتيلاتيزم الصفائح متجمعة بترقص حوالين خلية النيتروفيل او خلايا تانية، فما تتعدش على انها صفائح، وسببها ببساطة اجسام مضادة ضد الصفائح معتمدة على الايديتا، واجسام مضادة ضد النيتروفيل موجودة في بلازما المريض، وبنعرف ده طبعا من فيلم الدم. او معمليا الاقي كولد اجلوتينين، حاله التلزم بالبروده، ظاهره معتمده على الحراره، وحلها حط العينه في درجه حراره 37 بس. او جاينت بليتليت او الميجا ثرومبوسايت، الصفائح اللي حجمها كبير او العملاقه، اي صفائح اكبر من 36 فيمتوليتر الجهاز هيعدها خليه دم حمراء، لذلك خد بالك من حجم الصفائح وشكل الهيستوجرام. واسباب الصفائح العملاقه ببساطه اما تكون وراثيه هيريديتري للاسباب دي، او مكتسبه اكوايرد للاسباب دي. اخر حاجه، في عندنا مشكله في العينه، في سحب العينه وتجلط جزء منها، partially clotted specimen، لما بيحصل جلطه في العينه الصفائح بتلزق في الجلطه فما تتعدش حتى لو الجلطه صغيره جدا ما تشوفهاش. اما عن اعراض انخفاض الصفائح بنلاقي بطع نزيفيه كده بيتراوح حجمها من الصغير للمتوسط للكبير، وبناء عليه حتى بنسميها بيتشي، بيربرا، ايكوموسيس،
ولما تيجي تسحب للمريض ده او تشكه تلاقيه بينزف لفترة اطول، او ممكن ينزف وينزل دم من الانف ابيستاكسيس، او يصحى الصبح يلاقي فيه دم على اسنانه، في عنده نزيف لثة. ولو هي واحدة ست تقول لك انا بنزف دم كتير جدا في الدورة الشهرية. خلصنا في الحلقة دي اسباب ارتفاع الصفائح ثرومبوسيتوسيس واسباب انخفاض الصفائح ثرومبوسيتوبينيا.